ما هي الدوالي الوريدية؟ أولاً يجب أن نعرف أن العروق أو الأوعية الدموية تنقسم إلى شرايين وأوردة. الشرايين تحمل الدم من القلب في اتجاه الأعضاء، بينما الأوردة تعود بالدم إلى القلب ليضخه من جديد، وبالتالي فالدم الذي يمر عبر الأوردة يفتقد لقوة دافعة مثل التي تمتلكها الشرايين والمتمثلة في القلب. كما أن جدران الأوردة لا تمتلك خلايا عضلية تتقلص لكي تحرص على استمرار جريان الدم. إذن كيف تقاوم الأوردة جريان الدم في الاتجاه المعاكس؟ عكس الشرايين فالأوردة تمتلك صمامات مشابهة في دورها للصمامات الموجودة في القلب، فهي تنظم تدفق الدم في اتجاه واحد وتمنع رجوعه بسبب الجاذبية، خاصة في أطراف الجسم مثل الساقين. في حالة الدوالي الوريدية فالدم يتراكم فوق هذه الصمامات ويؤدي إلى توسع الأوردة لتصبح الساقين متورمتين بهذا الشكل. عدة عوامل قد تؤدي لظهور الدوالي، منها الوراثة، السن، والجنس، فالإناث أكثر عرضة للإصابة، كما أن السمنة والجلوس أو الوقوف لمدة طويلة قد يؤدي لتفاقمها. لا يمكن الشفاء من الدوالي بشكل نهائي، لكن يمكن التقليل من بعض الأعراض التي تصاحبها مثل الألم، وذلك عن طريق ممارسة الرياضة، ارتداء جوارب داعمة لزيادة الضغط داخل الأوردة ودفع الدم نحو القلب، رفع القدمين باستخدام مسند، وإذا اشتدت الأعراض فيمكن استخدام بعض الحقن واللجوء إلى الجراح.